طبعا اخوان مغامره، راح نروح مغامره بهذاك الاتجاه، هذا شايفين هاي، راح نروح عليها مغامره وندخل فيها ونشوف ايش في جواتها. تمام، مغامره وعره طبعا. طلعوا اخوان يعني هاي حجر، طلع الحجر هذا شو راح يصير فيه. طلع هذا لو واحد كرفت زي هيك سلامتكم. فراح نروح المغامره هاي ونشوف مع بعض يا اخوان، وان شاء الله مغامره راح تكون حلوه كثير 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 في الموقع الحلو هذا. خلينا نشوف مع بعض ام الطواقي يا اخوان، العال ام الطواقي موجودين في منطقه العال. خلينا نشوفها ام الطواقي ونشوف شو الوضع. انا اخوان الطريق جدا خطره، يعني خطره كثير مش شوي، بس بتنمشى يعني. هسه راح نصور فيديو من جوا، اشي مخيف اشي صح ان شاء الله. نقول ان شاء الله لانه شايفين كيف طلع وين تحت، ما شاء الله طلع. شايفين احنا وين، هاي بدها لايك، تنسناش من اللايكات. خلينا نوصل هناك ونشوف كيف وبنرجع لكم. طبعا يا اخوان جميل، احنا وصلنا، شوفوا كيف الوقفة. هذا المشهد طبعا، هسه راح نشوف مشهد اللي هو احنا جايين عليه، هذا هو شايفين اخوان. هسه راح نخش جوا ونشوف ايش في جوا، قصص سواليف لها اول ما لها اخر. هسه راح نتفرج مع بعض بهالمغامره الحلوه كثير 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 كثير، حصريا على قناه المغامر ايهاب الحوراني. لا تنسونا من اللايكات والقصص السواليف يا اخوان، عشان انبسط منكم ونضلنا مبسوطين يعني منكم، ونروح على مناطق زي هاي. والله يا اخوان الطريق انها صعبه، والله العظيم صعبه، صح يا شباب؟ يا راح نخش جوا ونشوف يا اخوان. انا اخوان هاي طلعنا الطلعه هاي، طلعناها الحمد لله، طلع المنظر الموجود عجبني المنظر كثير يا اخوان، والله منظر رائع رائع، ولا احلى ولا اجمل من هيك منظر. وتحت كانه باقي نهر في الزمانات، والله العليم انه باقي نهر مرتب. طبعا احنا جينا هنا، انا توقعت انها تكون يعني اشي طبيعي، لكن في عندي تصنيع، عندي منقلة، عندي 2 4 6 8 10 12 14 جرن موجودين، لكن هذول ما فيش فيهم توجيه يعني، حتى ثابتات نفس المكان. هسه بدنا نشوف نتفرج، طبعا راح نخش سراديب يا اخوان، وراح نخش قصص سواليف كثير. تمام، جوا راح ندخل على بلاوي، نقول يا رب وندخل مع بعض. انا بصراحه مرتعب يعني، انا مش عارف، لانه شيء مجهول، احنا داخلين على شيء مجهول، لا نعلم ايش بالضبط الوضع تبعه. هسه لو خلينا الشنطه هون وطلعنا ورجعنا بنلاقيها محلها. انا اخوان راح ندخل هسه مع بعض ونشوف ايش في بلاوي وقصص في الداخل. هي اول مدخل، يا الله بسم الله الرحمن الرحيم، ما شاء الله. تعال هاي المدخل اللي دخلنا منه، هذا هو، تعال كيف مطل. راح ندخل ونشوف ايش في جوا، طبعا اشي روعه واشي حلو كثير. من يعني لسه انا ما بلشتش، زي ما انتم شايفين الوضع قديش جميل. خلينا نشوف مع بعض، ما شاء الله. طابق ثاني ندخل، طبعا هذا حور، هذا حور صخر، صخر كلسي داخل فيه، طلعوا زنار، زنار الصوان كيف داخل خطوط، هذا زنار صوان، هيو نفس الزنار بضل ماشي لتحت. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اخ بوي هاي الطريق طريق صعبة والله، دير بالك انت. تمام، هي هنا طلعنا على الطابق الثاني، كنا تحت هناك، بس طريق صعبة. كيف مرقت انت؟ كيف انا مفروض امرق؟ على مهلك انت، تستعجلش، خذ هاي من هون امسك. ايوه كيف انت كيف مرة؟ ايوه هيك بظهرك، بظهرك ايوه. طيب
حط رجلك هون، صور لهم هاي، حط رجلك هون، شوف الشغله اللي احنا بنسويها قاعد، حط رجلك هون، هات يدك، خلي خلي لا روح روح لهناك، دير بالك انت طلع وراك بس عشان نشوف قديش احنا صعب الامور مش سهله. في درج؟ في طلع هون هي. طيب هسه راح نطلع طبعا هون، دير بالك لما نطلع عليك، لما نطلع عليك دير بالك لانه مش مزحه، يعني احنا في الموقع يا اخوان صدقا ما هو مزحه، دير بالك دير بالك دير بالك. العوده تحت هاي مشكله، اعطيني انت، ايوه هيك حطه، ايوه سامان طلع عليك دير بالك. تطلع انت اول ولا اطلع انا؟ تطلع انا اول. شوف شوف بده يصير. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو محمد هاي مكان رجل، وهي عند ايدك مكان رجل اول، هي هون هون. وهون هي هون هي هي. طب النزله نفس الاشي عادي، هينا مشكلة الصخر نفسه تراب، فمشكلة ما شاء الله. في هون جرن، جرن جانبي، اه ليش الجول عشان يطلع، جرن جانبي تثبيت. هاي في كمان منقلب، اه في يا الله بسم الله. هذا اول تصوير اخوان بهديه ام محمد، هلا هون عاملين شكل. اوه هذا جديد طبعا يا اخوان، مش قديم، هذا جديد. لكن هاي كمان منقله، شفنا تحت هناك منقله، وهي كمان منقله يا اخوان، وهنا جرون وهنا جرون وهنا جرون صحيحات. الان هذا الرسم اللي احنا شايفينه هون هذا رسم مش قديم، هذا كله حديث. هذا الشكل اللي واحد اللي عمله، اللي كان يقعد هنا هو اللي عمله يا اخوان. طلع حلو كثير، حلو والله. اه هسه هسه بخش هسه. طبعا هون الصخر هذا يا اخوان عشان تكونوا عارفين، هذا مش صخر، طلع حور، هذا حور، اعطيني حكمة. هذا حور تمام، فسهل الحفر فيه. أنا هاي ثلاث جرون برضو واحد للحفرهم، أسماء هم حاطينهم أسماءهم هون. بنشوف درج هون يا إخوان، هاي شايفين درج، وين بطلع الدرج؟ بدخل جوا هون، شو فيه؟ دخلي برضو هون كمان دخلي، أيوة. إذن هاي بتودع مدفن، إذن الشغل صح. هذا السرداب، حلو هالسرداب، ترى كيف مشغول يا اخوان. طبعا هو هنا مشغول سهل، يعني ها النوع سهل ماشي، ترى كيف مشغول، شو الطريقه المشغول فيها، كثير حلوه. طيب خلينا نخش بهذا السرداب ونشوف ايش في جوا. يا سلام، طبعا نشوف اللي كان قاعد هنا، طلع يا اخوان مطل، انا خايف من النزله اصلا، طلع شوف النزله كيف. نخش يلا، نخش يلا، خلينا نخش، تعال. بسم الله الرحمن الرحيم. اوه شو هذا؟ تعال يا اخوان، سرداب من هون وسرداب من هون، سرداب هون، هاي مغارة هون، مغارة ايه، هاي مغارة طلع منها سرداب كمان. ايه ايه ايه، بقول لك ربطوه بحبل، والله طالع سرداب يا باي. نسينا الكشافات يا اخوان، الله يسامحني. قول والله يسامحك يا حوراني، شو مشكلة، سرداب بسرداب بسرداب. هاتوا خلينا نشوف. طيب خش ما بعض هيك، طبعا هذا سرداب مفتوح برا، هذا مبين انه مفتوح برا، هو اللي صغير كان. هذا اول واحد اللي صورناه بفوت هون وهون. يلا توسيخ توسيخ، هاي مغارة، مغارة مدفنية طبعا، هاي مبينة، هاي ان شاء الله تكون واضحة مع التصوير. بحاول اخذ تصوير ليلي، ما مش عم توضح. المهم هاي مغارة يا اخوان،
طيب بتدخل مطبع من السرداب. خلينا نخش على هاي المغارة، هاي في سرداب كمان هون. واحد هيك لا طبعا هاي اسمها أم الطواقي اللي احنا فيها. اسمها أم الطواقي. لا هاي مش حفرية، هاي باقي ران يا زين، باقي شكل الران هذا ران. هاي واحد ثاني اسمها أم الطواقي ماشي. والله صعبة، باقي نفور هون، باقي يعمل وردة. مشكلة ما بتقدرش تحذر انه هو حديث ولا قديم، صح؟ ما بدأ حتى نوع الهاد زي الجبس، ولكن الجرون برا صحيح، الجرون منقلة كويسة صحيح هات. لكن هذا هسه هذا حديث معقول؟ هذا محمد هذا بنزلنا عليه تحت للصور، كان أول إشي هذا أول واحد من تحت، من تحت تحت أول إشي هذا بنزلنا عليه، يعني ينحفر بنزل هي كامل بطلع من سرداب لفوق كمان واحد بطلع؟ بطلع. بس هذا شكله زي رسمة الملاك، هاي جناح وهي جناح وهي راسه هاي جريح. بس بيزنطي معقول دخل بيزنطي هون؟ أو إله الحب بجوز ما بعرف. لكن طب خلينا نشوف جوا. طبعا هون اللي احنا قلنا مدفن. طب وين السرداب؟ ايش في سرداب؟ هو هاد بودي، انا فكرت في سرداب طلع فيه هاي الداخلي هاي تمام. لكن يعني التشكيل تشكيل مدفن صحيح مليون بالمية، وهنا مدفن ثاني مع المقتنيات. الله العليم انه المقتنيات زي ما احنا شايفين هيك اشي مخيف يا اخوان. نوع الحجر طبعا هون فيه كثير دق، يعني شو باقيين يدقوا بايش، كثير دق. هذا مش تشكيل طبيعي، يعني هذا كله دق باشي بسنجي بسكينة مش عارف. هاي صراحة مش اشي ممكن يكون مش اشي حديث، لانه يعني هون في عندك وجه شايفه، وهون في زي الجناح، يعني ماخذ جناح من هون جناح من هون. كان في قطعة هون كمان تكمل، يعني هاي تكميلة لهون، حدا كسرها وصلها ضربات هون. هي هذا الخط، شايف هذا الخط مكمل كامل لهون، يعني هاي وهاي في اشي هون باقي وكسرينه. يا اخوان اللي رسمها هاي اسمه جاسم. جاسم يا حبيبي شو كان قصدك هون؟ مش فاهمين جاسم هاي ولا ايش، هاي ماسح او اشي زي هيك، والله انا داري اللي رسمها يحكي لنا شو قصده كان، يعني عشان شنو ها معقول مكتوب عربي او ماسح هاي؟ لا قاسم هاي فيه قاف. قاسم حبيبي احكي لنا شو قصدك كان هون، يعني عشان نفهم. قاسم طلع هاي عامل قرمه له توقيع تبعه حبيبنا قاسم. يا هذا السرداب اللي طالع من هناك، وهذا من هون، وهذا المدخل اللي دخلناه يا اخوان. والله شيء حلو، والله شيء حلو. طلع ما شاء الله ما شاء الله يا اخوان. هاي اللي بتخلي الملحد يحكي ما شاء الله، ملحد نفسه ما شاء الله اشي بجنن. طبعا هاي نفسه هذا قاسم حاط هون، باقي قاعد فترة طويلة هون. هاي في سرداب هون، هذا ايش سرداب؟ في واحد هيك ندخله دقيقة نعدل احنا. ايوه هاي وين؟ اكبر واحدة، هاي في سرداب من هون كمان يا ربي. طب هذولا وين كانوا؟ طبعا مدافن هون يا اخوان، اذا هذولا موجودين كانوا في المدافن. في عندكم مدافن تحت هيك، وفي مدافن هون. شو هي؟ رصد بشري. اشي روعة، اشي حلو كثير. انبسطنا اليوم، يسعد قلبكم. محمد طبعا المصور، اورجيهم اياك ولا ايش؟ اطلع طيب. محمد طبعا كان معنا، محمد حبيبنا مصورنا، واليوم جايين عنده هون احنا ضيوف. اهلا وسهلا. تمام
أمتعنا والله العظيم أمتعنا على رأسي والله يا محمد يسعد قلبك أمتعنا، بس المشكلة مش هنا، المشكلة في الرجعة يا أخوان. يعني أنا إلي خاطر ما أرجعش الطريق هاي اللي جيناها هيك، لأنه خطرة وأكرفتها لتحت، ومن تحت أرجع أطلع من هناك. نبلغ عن حالنا، نبلغ إنه إحنا إنه إحنا مش قادرين. والله ممكن، معقول بسوها حكومة إنه يجيبوا طيارة؟ والله ما بعرف. خلينا نحاول ننزل يا أخوان. بشكر جميع على المتابعة، كانت مغامرة حلوة كثير. بشكركم جميعا على المتابعة، وإن شاء الله في حلقات كثير 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 راح تشوفوها، وإشي مرتب وإشي رائع 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 رائع. أهلا وسهلا.